سنة، واللي كانوا متأملين فيه صار ومن المجمع. راح نتابع أجواء تتويج طبعا فرحة الفوز بدوري روشن من المجمع مع مفدينا حسام المحمود وأيضا أحمد الجدي موجود هناك. اللهم لك الحمد، ربي أكرمنا ببطولة. افرحوا احمد. وين الصعوبه في البطوله هذه؟ ها، وين الصعوبه؟ الصعوبه والله صعوبه باشياء كثير صراحه. علينا من اصابات بنقص بعض المباريات، لكن اللهم لك الحمد تجاوزنا كل الصعوبات. بكل امانه الجمهور هذا والله يستاهل البطوله والله. وش يعني لك الهدف اليوم؟ اليوم يعني لي كل شيء بكل امانه. هدف بالنسبه لي للتاريخ ما راح انساه، لكن انه على مباراه نهائي والله جدا فخور بجمال اللاعبين والجمهور اللي ما قصر معنا، والله يستاهلون صراحه. احمد، على المستوى الشخصي كان تحدي لك؟ كان تحدي خاص لك اليوم تقدم مستوى كبير، دفاع الاتحاد اقوى دفاع، وبرضه تاخذ الدوري. اللهم لك الحمد، هذا كله بتوفيق رب العالمين ومساعد زملاء اللاعبين داخل الملعب. هذا شرف لي بكل امانه. كل ما اقدم لنادي الاتحاد، الاتحاد له فضل كبير علي. ترى بعين واحده. تعال قل لي اليوم المنظومه حقتكم هذه، النجاح ما الاتحاد ممنوع من التسجيل، تاخذ الدوري. الحمد لله، اللهم لك الحمد. يستاهلون الجمهور، يستاهل ابو فيصل، الجهاز الفني، الجهاز الاداري، اخوان اللاعبين من السنه اللي راحت المفروض مستاهله، بس اللهم لك الحمد كل تاخيره في اخيره، يستاهلون الى العالميه. طيب وش تقول؟ تعال وش تقول؟ هدافنا، وش تقول الشرطه؟ هدافنا ما يحتاج. انتم في كاس العالم للانديه، وش بيسوي مع المهاجمين؟ عنده هالاند في الجيب. قادرين هالاند في الجيب، بنتمرن صباح ومساء وكل يوم. هالاند وين بيكون؟ هنا في جيبه. لا لا باقي لا لا باقي. يمشي كيف نتي؟ يمشي كذا. قل لي الوالده موجوده اليوم؟ لا 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 ما جت، ان شاء الله بتجي بالتتويج باذن الله. اليوم البطوله هذه نجاحها وين كان؟ اول شيء الف الف مبروك لكل الجمهور اللي حضروا واللي خلف الشاشات ينتظرونا في جده وفي كل انحاء المملكه العربيه السعوديه. الف مبروك لجمهور الاتحاد، فعلا صبروا والحمد لله النتيجة أثمرت اليوم. أحب الصراحة أشكر أبو فيصل، أستاذ أنمار الحالي، وأستاذ أحمد كعكي اللي الصراحة ما قصروا لأن صنعوا الفريق البطل اللي يستاهل الصراحة أكثر من كذا. أتمنى من الجمهور اللي حضروا واللي خلف الشاشات وفي مواقع التواصل الاجتماعي أن المدح كله توجه لأبو فيصل وأحمد كعكي. حنا اخذنا المدح بما فيه الكفايه طول الموسم هذا. شكرا حبيبي. مد الله، مباراه الباطن كان فيه حديث لك مع الجمهور انه لما عرفت النصر قلب النتيجه كان فيه واضح حسره منك، الضغط هذا اللي فيكم وش سببه؟ لا 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 ما في ضغط، بالعكس تناظر منافسك في النهايه وانت تفرح. المباراه اللي راحت لو تعثر كان انت فرحنا بالبطوله، لكن تاجلت الى اليوم الحمد لله والشكر. اهم شيء الدوري بيروح لجدة. هل انت في الرياض وانتم في كاس العالم؟ الله يحييهم. خليه يجي، خليه يجي. والاتحاد كيف يمشي؟ كذا. يعطيك العافيه. ابي حمدان يمشي كذا. يمشي كذا. وريني كيف. يمشي كذا. ايوه يمشي كذا. ايوه يمشي كذا. حمدان بعد غياب 13 سنة، الحمد لله اشكر اخواني اللاعبين ما قصروا. نحب نفرح جمهور الذهب، يستاهل الفرحه، وقفوا معنا كثير والله. وين صعوبه اللقب هذا؟ هلا، وين صعوبته؟ وين كانت؟ والله صعوبته كل مباراه قويه للامانه، ماخذينها بالذات الفتره الاخيره كل مباراه نهائي، والحمد لله العيال ما قصروا والحمد لله. اليوم الاتحاد ممنوع من التسجيل، كان في ثقه كبيره من الاداره في اللعيبه الموجودين، ايش الكلام اللي دار بينكم انتم عشان تجهزون الطبخه هذه وتاخذون الدوري؟ والله انا ما ادري عن الايقاف، انا ما ادري، بس الحمد لله كلنا واثقين في بعض، اخوان كلنا نكمل بعض. اتكلم الفتره اللي قبل، الفتره اللي قبل لا كلنا واثقين في بعض الحمد لله، يعني كلنا لعيبه كبار والحمد لله نسال هذا الدوري. والمبروك لجمهور الذهب. تحدي جديد، كاس العالم للانديه في الرياض، وانتم الابطال اللي راح تشاركون. اكيد حنمثل البلد ان شاء الله على اكمل وجه، ومن اخواني اللاعبين وان شاء الله نبيض وجهكم. يقول شطه خلي هالاند يجي. اكيد ما دام معاه شطه لا تخاف حبيبي.